تبوك ذكروني بالاسم. نوره، منور الدنيا يا نوره. اهلين، هلا والله. يا مرحبا يا نوره، تفضلي. انا بس عندي 3 نقاط بقولها وبعدها بعض النقاط. يا سلام، قول النقطة الأولى. النقطة الأولى بقول فيصل بن طلال يستمر وجمهوره من أهل الشمال كثير ولا يغيب عن البث ويستمر ويحافظ على نقاطه. وبخصوص وليد البحيح بقول له استمر أنت بدوي، وإحنا تعجبنا فيك أنك بدوي وتمثل البدو، ويعني مرة أسلوبه يعني يكون حلو على الشاشة. وبخصوص 5 نقطة بعطاها فيصل بن طلال. ومعليش عندي نقطة بأبيه نسوي ليلة شمالية. كيف النقطة الأخيرة؟ بخلي أبيهم يسوون ليلة شمالية. الليلة الشمالية يعني البرنامج. أيوه، أقول لأحمد الشمري، بخصوص أحمد الشمري. أحمد الشمري يسمعك. أيوه، وإحنا من جمهور أحمد الشمري وندعمك أحمد الشمري، واستمر ولا أحد ياكل في طريقك. الله يعطيك ألف عافية. أنت وفيصل ومحمد ناصر ووليد الفيح. إن شاء الله. يعطيك العافية يا نورة. أحمد الشمري في كثير من الجمهور اللي تبلغ من الشمال النقاط. طبعا راحت الفيصل بن طلال 50 نقطة، من نوره، من تبوك. طبعا مهند بن فردان يرسل على الواتساب يقول سلمني على الشباب كل ابو فردا. الله يسلم عليك احمد الشمري. تبي يقول الله يطول في ليله شماليه. الله يطول عمرك ويرحم والدينك. بالنسبه لليله شماليه انا والله اصلا على كل حال مصر على اني اسويها. يا سلام. اي والله، وباذن الله احنا قاعد نجهز لليله الشماليه، وباذن الله انها تطلع على اكمل وجه وشيء يجمل باذن الله. وهي ترى بالحسبان على كل حال الليله الشماليه باذن الله ما تنام عليها. الله يعطيك العافيه يا احمد. الله يطول عمرك. طيب الاتصال اللي معنا من مين تتوقعون؟ لا مهند بن فردان. لا مهند بيتصل يسلم عليكم بس. لا، هذا اتصال بيسلم عليكم بيعطيكم نقاط.